التواصل في الحس. يعني تقريبا انه كما حكيت المدخله اللي قبلي عليها انه صعب باش تكون ساعه للتراث، اغلب الضيوف كانوا يخشون انه يكونوا حاضرين لمده ساعه كامله في الحديث على موضوع علمي باللغه العربيه، واغلبهم تكوينهم يعني بلغات اجنبيه، ولكن العمليه فيهم اللي تقريبا عملنا معاه حصه وحصتين. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه وين نشوف التصاور، خاطر باش نحكوا على الجانب المهني، ثم حاجه في نظر اللي هي نعرف ليس سهل، لكن لاجل ناظم سنصمد ونتحرك، ورغم صعوبة ما مر به. نعم اذا كانت هناك ابتسامة حاضرة، ضحكة حاضرة في ناظم، حتى هو لا يضحك تشوفها في وجهه، وهذا راه ماهوش سهل انه في حياتنا في عملنا رغم الألم انك تخرج تلك الابتسامة. مش نحكي على ضحكة، ثم بسمة وابتسامة حاضرة في وجه ناظم. ثاني حاجة، ثالث حاجة، اللي صحيح عائلته فقدته أصحابه، لكن ثم جانب إنساني آخر. عن نهارين يعني يمكن غدوة يكون رمضان، بعد غدوة يكون رمضان، هناك عائلات ستفقد ناظم. نعم، نعم بالفعل الكثير لا يعرف أن ناظم كان يساعد الجميع، حتى الأشخاص الذين ليس لهم به أي علاقة، هذا ربما لا يظهر للجميع. يعني في كل عودة مدرسية وفي كل رمضان ثم عائلات مرتبطة بناظم وفقدت سندا مهما هو ناظم. شكرا لك السيد عبد القادر الحمدوني، منتج سابق بإذاعة تونس الثقافية، برنامج البيئة والحياة، الأستاذ عفاف الهلالي من بين الأساتذة اللي عندهم علاقة كبيرة بناظم الهاني، أستاذه والأستاذ فتحي جراي. نعم. أعتقد سنستمع إلى تسجيل. نعم، الأستاذ فتحي جراي والأستاذ محمد سعيد إذا أمكن. إذاعة تونس الثقافية. نحن
إذا كانت هذه شهادة الأستاذ فتحي جراي خبير في الثقافة والتراث بالأليكس ومنتج سابق في البرامج المختصة في إذاعة تونس الثقافية. لقنا مازال متواصل في أربعينيات زميل ناظم هاني معنا نقيب الصحفيين محمد مهدي جلاسي. أكيد كانت علاقة ناظم بزملائه ليس فقط في إطار إذاعة تونس الثقافية لكن في إطار العائلة الإعلامية الصحفية كبيرة. ماذا يمكن أو كيف يمكن أن نختصر علاقة ناظم بزملائه سواء في نقابة الصحفيين أو في الحقل الإعلامي بشكل عام؟ شكرا أولا على الاستضافة وهذه الفرصة الكريمة في التقابل اليوم بحكي على زميل متخلق وزميل محترم كما ناظم الله يرحمه. في الحقيقة أنا عرفت ناظم شخصيا يعني في 2014 وأذكر أنه وقتها كان ثم مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقتها تعرفت على ناظم كيفاش كان يحكي مع زملائه وكيفاش كان يعرف بروحه كصحفي وخاصة كمؤمن بأنه الإعلام في نظرته هو يجب أن يكون في خدمة الثقافة. الإعلام يجب أن يكون يعني يتقدم وينهض بها الثقافة مش فقط إعلام ينقل الحدث وكهوية فقط مختص في الترفيه. بعدها دخل ناظم أيضا بعد عام على ما أعتقد 2015 دخل ناظم أيضا إلى اللجان في نقابة الصحفيين وأيضا كان عضو ناشط في نقابة الصحفيين. ولهنا أنا يهمني أيضا باش نتحدث في الفترة الأخيرة على ناظم هاني كان تقريبا بشكل يومي موجود في نقابة الصحفيين ويعرفوا الناس من هنا ممكن يعرفوا المظلة اللي تعرض لها ناظم في آخر في السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة في الإذاعة وكانت كنا لما نحطه حتى هكا جانبيا مش إطار رسمي وكان في الحقيقة يعني كان نوع من القهر حسبي. وفي نفس الوقت لما كنا نتحدثوا على كيفاش النقابة ممكن أن نواصلوا في القضية فكان من الحاجات المطروحة أيضا أنه تقدم القضية بالإذاعة التونسية. وناظم ما كانش قال لي راه ممكن أن نجم نجيب حقي هذاك ولكن ما نقبلش على نفسي يعني نرفع القضية بالإذاعة التونسية رغم الألم اللي كان يحس به ورغم القهر اللي كان يحس به في المؤسسة اللي عاش فيها من طويلة. أنا الحقيقة حبيت أقول الكلام هذايا فقط لأنه هي أمانة أولا من ناظم نفسه الله يرحمه من أصدقائه من عائلته أنه ناظم عنده حق وكلنا نعرف أن الحق هذا تحرم وعند الله يتبتق الخصوم وأنه ناظم لازم يأخذ حقه في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. ناظم يستحق منا كان نعول عليكم نعولوا على الناس الكل نعولوا على زملائه في الإذاعة خارج الإذاعة زملائه في نقابة الصحفيين أصدقائه من الأسرة الإعلامية الأسرة الثقافية لأنه ناظم مش مبالغة نقوله علم من أعلام الإعلام الثقافي في تونس ومش مش باهي في حقنا احنا لو كان تتعدى دون ان ياخذ حقوقه حتى ولو هو ناظم انتقل الى الرتبة الاعلى. ان شاء الله تكون هذه عبره انه راهو ناظم كان بالضبط الحق لا يسقط وخاصه انه ناظم كان يؤمن حقيقه بالتضامن بين زملائه. لازم نبقى متضامنين مع بعضنا ما نقعدوش نستناو الى ان يتوفى احد ويؤمن بالمبدا بالضبط باش تعطوا حقه. لازم الناس كلها تضامن مع بعضها الناس كلها تدافع على حقوق بعضها وخاصة ناظم كان يتلموا اليوم باش نحكيوا عليه خاصة ناخذوا قدوة من الخصال الحميدة والطيبة نتاعو. نعم شكرا لك نقيب محمد مهدي جلاسي نقيب الصحفيين التونسي. يعني بحجم ما يحمل في قلبه من تلك الأحاسيس الإنسانية. مرحبا بك ناجي. ناجي ستقرأ شعر لك لناظم. شكرا نزيها شكرا على حضوركم. تتزامن أربعينية الزميل والصديق العزيز ناظم الهاني مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر. والشعر مدونة حزن أكثر منها مدونة فرح قال المتنبي مرة يا من يعز علينا أن نفارقهم وجاننا كل شيء بعدكم عدمه. سأهدي إلى ناظم الهاني واحدة من قصائدي التي وردت في إحدى مجموعات الشعرية ورود على قبر الرحيل. كان محبا لمحمود درويش كان محبا لسميح القاسم لمعين بسيسو للشاعر الفلسطيني المقاوم. كنا نتحدث كثيرا على الشعر وأعتقد أن الشعر
ورفائية الأعزاء والأحباب، ورود على قبر الرحيل. لماذا تركت الشعر وحيدا أيها المار بين الكلمات العابرة، وقلت للعمر إني مضيت مع القصص الراحلة؟ لماذا اكتفيت بشوق الرحيل وقلت للموت إني أتيت أيها الراحل في القافية؟ من زمان بعيد بعيد رسمنا شعرك وشما على مقعد في الجامعة، عشقنا قصيدك ونشيدك وصرخة المدن الغاضبة. كنت صديقا لمن رأوك ومن لم يروك، وكنت حبيبا لأمة عاشقة. وبعد الأواني ما أحوج القلب إلى اللحظة الدائمة. كنا صغارا 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 ثم كبرنا بنفس القصيد ونفس النشيد وروح فلسطيننا الحالمة. كبرنا كبرنا وخضنا الطريق إلى المنتهى، قرأنا كثيرا عن الشعر والمظلمة، حلمنا كثيرا أن المدائن سوف تزهو وأن الضمائر سوف تصحو والأقنعة زائلة. حلمنا بفرسان حطين وسنابك اليرموك، حلمنا مع